طيبة لكم جميعا، سعيدة بلقياكم تاني في هذا الفيديو، كنتمنى تلقاكم بصحة وسلامة. عندي لكم اقتراح اليوم لهذا العلب الفارغة ديال الشوكولات ولا العسل، وكذلك حتى المواد ديال التنظيف كيكون هاد العلب ديال البلاستيك كيبقاو عندنا. هذا اقتراح باش تستعملوهم استعمال اخر عاوتاني بلا ما تلوحوهم، واقتراح كذلك لهاد السفيفات ديال الحرير اللي كيبقاو عند الخياط، ممكن حتى هما نستعملوهم ونصنعوا منهم واحد التحفه زوينه، نتوما غادي تشوفوها غادي تعجبكم. نتمنى تطبقوها، هي عمل بسيط جدا وسهل، ممكن حتى الاطفال يديروه. كيبقى يلا هاد السيليكون هذا اللي شي شويه صعيب على الاطفال، ممكن بالمرافقه ديال الاهل ديالهم ممكن يديروا هاد العمل كاملين. ندربوا حتى الاطفال على العمل اليدوي ويعرفوا يستغلوا الاشياء القديمه. كنتمنى يعجبكم. الامر الاهم اللي غادي تردوا ليه البال هو ان العدد ديال هاد الاشرطه خصو يكون عدد فردي باش يجيكم في العمل مزيان، حيت الا كان زوجي ما غاديش تقدروا تكملوا بعد السطر الاول، غادي يجيكم هذاك النسيج غادي يجي ماشي مقاد. المهم اللي تخدموا غادي تعرفوني علاش كدوي دابا. ممكن كذلك العلب ديال الايس كريم ديروهم هذوك لي اوفال، انا جربت وحده غادي نوريها لكم. كنت خدمت كذلك طوال نقدروا نديروا فيهم الورد، ممكن دير فيها لداخل كاس وديري فيه الماء، ممكن تستعمليه كفاز الا كان طويل ولا عنده شي شكل اللي ممكن يكون فاز. كذلك ممكن تستعملوهم الفرشات ديال الاسنان، وكتستعملوهم الاقلام ديال الاطفال، ولا كذلك الشيتات ديال الصبغه للاطفال. المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار لاش تقدروا تستعملوهم. بالنسبه للالوان هنا اختاريت لكم بزاف الالوان، ممكن نتوما تختاروا عجوج الالوان كيجي كذلك زوين. المهم عين الالوان اللي اختاريتوها تكون تتماشى مع بعضيتها، انا كنظن هادو كيتماشاو مع بعضياتهم. كنت صايبت شي وحدين بجوج الوان، غادي نوريكم نماذج منهم في الاخر لا فيديو. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقه وتجربوها.
you.